من ضمن الأسئلة النظم معلومات إدارية، عاوز أعرف لما أتخرج ممكن أشتغل إيه وأركز على كورسات إيه في الدراسة وأفضل طريقة علشان ألاقي بيها فرصة عمل بعد التخرج. نظم المعلومات الإدارية هي ماسكة نظم المعلومات من حتة الإدارة. نظم المعلومات زي ما إحنا قلنا هي مجالاتها واسعة، في نظم معلومات الجغرافية، نظم معلومات المحاسبية، نظم معلومات الإدارية، هنا الشق ده مسك الإدارة. طيب انت محتاج ايه علشان بعد التخرج؟ احنا عملنا الكورسات المطلوبه، تشوف الفيديو ده على البلاي ليست الخاص بنظم معلومات. ولكن انت تشتغل ايه؟ انت ممكن تشتغل حاجات كتيره جدا، لما تشتغل في المجالات الاداريه او المجالات الخاصه بتحليل البيانات او المجالات الخاصه بالنظم. فانت عندك الثلاث حاجات دول، عاوز انك تشفت على اتش ار ماركتنج حاجات اداره، ولا حابب تشتغل في تحليل بيانات والجزء ده، ولا حابب انك تدخل في الحته بتاعت اداره الاعمال والنظم و و انت اللي بتختار ده. فانا نصيحتي ليك انك بلاش يعني تختار اللي تدفع مصروفات في كورسات الا لما تحب بالظبط انت حابب ايه، لان مجال النظم مجال واسع قوي، احنا عملنا فيديوهات كتير على الموضوع ده. وابدا شوف انت هنا يعني مثلا، هل انت مثلا حابب انك تشتغل في حاجه مثلا زي تصميم المواقع الشبكات، انت حابب الحته دي ولا حابب مجال الاتش ار والموارد البشريه والحته دي، ولا حابب حته تحليل البيانات والديتا اناليسز والحته دي؟ طب انا اعرف ده منين؟ اعرف ده يا عمرو من دلوقتي وانت في الكليه، جرب وشوف الناس بتشتغل ازاي، ادخل على الموقع اقرا مره واتنين، شوف حد بيشتغل في الحاجات دي وقول اجرب معاك، اكيد هتلاقي ناس في الكليه عندهم الحاجات دي كلها. ادخل واعمل سيرش على جوجل، شوف الناس بتشتغل ازاي الحاجات دي، او في كورسات او في حاجات اونلاين ممكن الناس بس توريك، تعلم الديتا اناليسيس، تعلم الشبكات، ادخل كده وبص على الفيديوهات دي، لقيت نفسك فيها ما لقيتش يبقى شوف الانسب ليك. وبعد كده بعد ما تتخرج ادخل في المجال، وبعدين ابدأ ابني عليه الكورسات والشهادات بقى، لان عاده في مرحله الجامعه مش بيكون افضل حاجه انك تبني وتاخد كورسات مش هتفيدك بعد التخرج، لانك لسه بتكون عن مجال واسع قوي. بالنسبه لي بعد التخرج طبيعي انك مش هتشتغل في مجالك، وكلنا عملنا كده، فطبيعي انك ممكن تشتغل اي حاجه قدامك، كول سنتر، ريسبشن، اي حاجه، اي حاجه قدامك باقل مرتب وان وجد عادي، في سبيل انك ان شاء الله تجد فرصه عمل في المجال بتاعك، وربنا يوفقك ان شاء الله.